ويرجع، وإذ به يبصر زينب عن بعيد. زينب زينب ساعديني أخي يا أم المصائب. بماذا أبعث الله؟ قال ساعديني لنواري هذا الطفل الثرى قبل أن تراه أمه وترى نحر ولدها. شلون تتحمل هاي الأم؟ وبالفعل بينما زينب والحسين بهاي الحالة، وإذ بالأم، الأم اللي قلبها دليلها، الله لا يفرق بين أم ورضيعها، أقبل أن تنادي أبا عبد الله وكأني به تقول له أقسم عليك بأمك فاطمة، اصبر حتى أودع ولدي. أقبلت ضمته أي ضمة وكأني بها تمرغ وجهها بنحر عبد الله، تمرغ فمها بنحر عبد الله. يا ابني شنو الذنب يا ابني اللي عملته؟ والله شنو الذنب يا ابني اللي عملته؟ يا الماي حاضر ما شربته، مذبوح ولسانك دلعته.